إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، إن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا في هذه البلاد أن رزقنا الله جل وعلا ومنَّ علينا وأكرمنا بنعمٍ ثلاث، نعمٍ ثلاثٍ عظيمة، وهي نعمة التوحيد، نعمة الإيمان بالله جل وعلا، هذه الأولى، والثانية نعمة النصيحة لولاة الأمر، والثالثة نعمة الاجتماع على هذا الدين، ومتابعة ما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه النعم يا عباد الله، هذه النعم الثلاث هي سبب رضا الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث أيضًا، قال: ثلاثٌ لا يغلُّ عليهن قلبُ امرئٍ مسلم، أي لا يحملُ الغلَّ من جمع بين هذه الثلاث الصفات. قال عليه الصلاة والسلام: إخلاص العمل لله جل وعلا الذي هو التوحيد، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذه النعم يا عباد الله هي السبب بفضل الله وكرمه ورحمته فيما نعيش فيه من هذا الأمن ومن رغد العيش، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يجعل الله سبحانه وتعالى الأمن لمن جمع بين هذه الثلاث الصفات. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا، أي وحدوا الله جل وعلا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك،
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأصل هذه النعم يا عباد الله هو التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، ومن ثم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه عليه الصلاة والسلام واتباع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، ولما أدرك الشيطان وأتباعه من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين، لما أدركوا أن هذا الأمن وهذه النعمة إنما هي بسبب التوحيد والاجتماع، سعوا أشد السعي لصد المسلمين عن دينهم وعن توحيدهم وعن اجتماعهم وتآلفهم وتراحمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فعلم الخبيث أنه لا يذهب هذا التوحيد ولا يضعف هذا التوحيد إلا التفرق والتشرذم والتباغض بين المسلمين، فسعى في ذلك وأزى اليهود والنصارى الذين هم حمير الشيطان وأتباعهم من المجوس والمنافقين، أزهم أزاً شديداً لبث الفرقة بين المسلمين. فالله الله يا عباد الله، بالتمسك بدينكم وبتذكر نعمة الله جل وعلا عليكم، وإن من أعظم ذلك ومن أعظم الاجتماع ومن أعظم الصد للشيطان ولعدوانه ولأتباعه الذين يسعون في الفرقة بين المسلمين، أن نتمسك بهذا التوحيد وندعو إليه ونعمل به، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ونحمد الله جل وعلا أننا في هذه البلاد اجتمعنا على ولاة أمر أنعم الله جل وعلا بهم علينا، يدعون إلى التوحيد بأفعالهم قبل أقوالهم، يدعون إلى التوحيد والسنة وإلى اتباع السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم بأقوالهم وأفعالهم وبأفعالهم قبل أقوالهم. فالله الله يا عباد الله، بشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا، والحذر الحذر من كيد اليهود والنصارى والمنافقين الذين بيننا يسعون إلى هذه الفرقة وإلى تشتيت هذه الجماعة وإلى إيغار صدور الشعب على حكامهم وعلى ولاة أمرهم. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، إن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن هذه النعم تزول إن لم تشكر، ويزيلها الله جل وعلا إن لم نشكر الله جل وعلا عليها. فاشكروا الله سبحانه وتعالى وأكثروا من حمده على هذه النعم، ولا تقوضوا نعمة الله جل وعلا التي أنعم الله بها عليكم. واعلموا أن الله جل وعلا يقول عن الرعيل الأول، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن المنافقين الذين لم يخرجوا معهم في غزوة تبوك، يقول جل وعلا للصحابة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد يحسن بعضهم الظن بأولئك المنافقين، فكيف بزماننا هذا يا عباد الله؟ فاحذروا يا عباد الله، احذروا وحذروا من هؤلاء الذين يشيعون الفرقة بين المسلمين، ويوغرون صدور الناس على ولاة أمرهم، مستغلين بذلك جراحات المسلمين. ومنها ما يحدث في هذه الأيام في حرب غزة، فيستغلون ذلك لإيغار صدور المسلمين، ولإيغار صدور عامة الناس على ولاة أمرهم، ووالله لا يزيدون الأمر إلا ضعفا، ولا يزيدون المسلمين إلا ضعفا بذلك، وهم حمير للشيطان الذي أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم كي يتفرقوا ويتباغضوا ويتركوا دينهم، ثم يضعفوا أشد الضعف، فيكونوا لقمة سائغة لليهود والنصارى، رد الله جل وعلا كيدهم في نحورهم. وقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، أي اجتماع، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال أنس رضي الله عنه يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا عن سب ولاتنا، وعن أن نغشهم وأن نبغضهم، وقالوا: اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فاحذروا يا عباد الله من هؤلاء المنافقين، وممن وراءهم، ممن يريدون الفرقة بين المسلمين. واعلموا أن الله جل وعلا نهانا أن نذيع ما يحدث من خوف وأمن، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. واعلموا يا عباد الله أن هذه الوسائل وهذه القنوات التي تنقل الأخبار عامتها وأغلبها لا ينقل إلا الكذب، وينقل سياسة من ورائه من أعداء الله جل وعلا، فيكذبون ويوغرون صدور العامة على ولاتهم
كي يتفرقوا ويثوروا ثم يحدث الخراب والضعف للأمم كما ترونه في بلدان المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يردنا ويردهم إليه ردًّا جميلًا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم وأذِلَّ الشرك والمشركين، اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين ومن عاونهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا لطيف يا رحيم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم الطف بالمؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم يا لطيف يا رحيم، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، واجعلهم رحمةً على المسلمين. اللهم وفِّق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم أعِنهم وسدِّدهم وأصلِحهم وأصلِح بهم، اللهم ارزُقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اكفهم شر بطانة السوء واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.